عبد الملك مع الظهير صح؟ الا ظهرت موجود. هاي عبد الملك شير، انا جيت الان بس على بال ما تعمل شير للملف، احس اتصلت رقمي بس مش موجود. ها الشبكة بس اتصلت لك، او يمكن تتصل بعد قليل للاخير. ها طيب ها. طيب لا عرفت تشغلش الان. الفيديو، الفيديو وقفه لانه يسبب لك مشاكل الفيديو. قد خلص، قد سقط السلايد الثاني. ها طيب طيب نبدا بالخطوات كذا خطوه خطوه. بالبدايات سيميشن ذا بروبلم، نجيب نعرف المشكله. طبعا بنقوم بتوضيح المشكله اللي نشرحها هنا، مثل تحسين كفاءه وسرعه توصيل الطعام او الوصول الى المناطق ذات البنيه التحتيه المحدوده، وبنحدد الاهداف والغايات المحدده لنظام التعلم. بنعمل على تجميع البيانات في داتا جذر داتا، بنجمع البيانات. طبعا بنجمع البيانات ذات الصلة اللازمة للتدريب والنظام. يعني ايش اقولك، نجمع البيانات بشكل عام مثل رحلات الطائرات هذه الدرون، وكمان الظروف الجوية الطقس وغيره. وايضا نجمع بيانات بالنسبة للمواقع، مواقع التسليم وتوصيلات العملاء اللي هم الكاستمر، وأي معلومات أخرى يعني تهتم بهذا الموضوع. يعني تكون بالريل وورد سيناريز، يعني بالعالم الحقيقي مش بالخيال. بعده اللي بروسيس داتا، اللي ما إعادة معالجات البيانات اللي تكلمت عنها قبل قليل، اللي هي كلين. أقوم بتنظيف كلين كليكتر داتا، اللي هي البيانات المجمعة عن طريق معالجة القيم المفقودة أو إزالة القيم اللي هي نويزي ما لها داخل، أو من لها سموثينج ما في شيء. تتضمن أن تكون البيانات متناسقة بالتنسيق عشان يدرب نظام التعلم. بعدين بنحدد الليرنينج ابروتش، نتخذ قرار بشان الابروتش المناسب. طبعا اعتقد في طريقه هذه اللهم صل على النبي، الريف ري انفورسمنت ليرنينج ولا سوبرفايز ليرنينج، واحده من الثنتين هي اللي بتنفع. بس الري انفورسمنت ليرنينج أعتقد بتكون مناسبة أكثر. برافو عليك، ممتاز جدا، صحيح كلامك صحيح، مع انه زي ما قلت انه يا هذيك او هذيك، بس الريينفورسمنت ليرنينج مناسبة اكثر، برافو عليك. الصوت يا عبد الملك، الصوت بس بدأ يتقطع. ايوه الان تمام. ها طيب ديزاين، ما اشوفش الشاشة. عبد الملك، تصميم دكتورة. يلا معك ها. طيب تصميم نظام التعلم، هذه اللي هي ديزاين نطاق. بنعمل على تحديد بنية نظام التعلم، يعني بنختار الخوارزميات أو النماذج على سبيل المثال. فيمكن نستخدم الـ CNNS أو الـ RNNS، طبعا ما تطرقت لهم بصراحة، لكن بحث على الطرق النماذج اللي يمكن استخدامها، ما أتعمقت عشان أقول لك إيش هم هذول. إذا واحد من الطلاب عنده فكرة، طبعا وسيم أعتقد بيكون عنده فكرة، يا ريت يقول لنا إيش الأفكار اللي فيهم. في حد عنده فكرة عن السي ان ان والار ان ان؟ من الطلاب في حد عنده أي فكرة؟ طيب بالمختصر، اللي سي ان ان اللي كونفنشنال نيرال نتورك او ار ان ان، هذه التنتين مستخدمات بالديب ليرنينج، مش بالما صحيح الماشين ليرنينج، ولكن الديب ليرنينج اللي متعمق اكثر. هنا بتعتمد على تو، اقدر اقول تو جروبس، اول واحده اللي بتسمى بتعمل لها عمليه كلاسيفيكيشن، والثانيه اللي الاول اللي الفيتشرز اكستراكشن، والثانيه اللي الكلاسيفيكيشن.
وعلى اي اساس بعتمد الفيتشرز والكلاسيفيكيشن؟ انه بالفيتشرز انا بستخدم اي من تكنيك بحيث انني استقطع البيانات الاساسيه، يعني هو من نفسه بيعمل لك استقطاع لهذه البيانات. ثانيا البيانات اللي انا قطعتها او استقطعها او خلصتها، مش انت بشكل يدوي اللي بتطلعها، الموديل حقك اللي بيطلعها باعتمادا على حق التعلم، باعتمادا على حق التدريب. بعدين تجي مرحله تسمى الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن يا اما بستخدم السوفت ماكس لاير او بستخدم لاير اخرى زي النيرال نتورك. فما ب... ما بنستخدمش بشكل كبير، لانه مواضيع السي ان ان، يعني تخيل، يعني يمكن كورس كامل بالسي ان ان والار ان ان هي نفسها تبعها، في الثنتين مع بعض اللي تسمى ريكورنت نيرال نتورك، كمان مدى منفصل بحد ذاته. بس اعرف بشكل اساسي انه بتعتمد على طبقات. ما اللي يحدد طبقات المستخدم؟ في معك طبقات للفيتشرز اكستراكشن وطبقات للكلاسيفيكيشن، طبقتين مختلفتين والثنتين يتم التدريب من دون اي تدخل للانسان. هذه بس لك معلومات لكم لو انتم بعدين بتشوا تنطلقوا بعدها. طيب كمل يا عبد الملك اذا سمحت. عبد الملك تسمعني؟ ايوه اسمعك، معينا ايوه، واصل. بعد سبليت داتا اللي هي بنقسم البيانات من اجل التريننج والتستنج. تقسيم البيانات بشكل تمثيلي يتجنب تسرب البيانات. ممتاز. النقطة اللي بعدها هي ترين ذا ليرنينج سيستم، اللي هي تدريب الليرنينج سيستم. هذا لو بنستخدم بيانات التدريب لتدريب نظام التعلم، مش احنا اخترنا نهج تعلم اللي قلنا reinforcement، او وكمان اخترنا الموديل والحاجات هذه، النموذج وكذا، فنستخدمهم الآن من أجل تدريب النظام هذا والبيانات اللي جمعناها. ممتاز. النقطة اللي بعدها evaluate and validate the learning system، اللي نقوم تقييم التحقق من صحة عمل النظام. طبعا بنعمل على تقييم النظام من خلال نعمل المقاييس مثل الدقة والكفاءة ومعدل نجاح التسليم إذا وصلت الطلبيات أو لا، المعدل نسبة النجاح. يعني احنا بنعمل معايير من قبل مسبقة، وبعدين بنقيس نجاح النظام من خلال تحقيق هذه المعايير اللي صلحناها بالمسبقة من قبل. ممتاز جدا. النقطة اللي بعدها اللي هي الفاين تون اند اوبتمايز، اللي هي الضبط والتحسين. التحسين نعمل على تحليل أداء النظام، هو بناء نراقب النظام ونعمل على تحليل أدائه عشان نعمل على تحسينه، ونعمل على زيادة بيانات التدريب أمر الأمر يعني، ونعمل على تحسين النظام من أجل يتحسن أداؤه. ممتاز. deployment and monitoring، اللي هي نعمل له نشر ومراقبة. طبعا نعمل على نشر النظام، ونعمل على عملية مراقبة عشان يتبع الأداء في الوقت الفعلي، يعني هل يحقق المقاييس، يعمل بشكل ناجح، نراقب يعني عشان نرجع ندربه مرة ثانية على الأشياء اللي عملها غلط، أو الأشياء اللي ما تحققتش بشكل تمام. ممتاز. وبالأخير اللي هو الـ iterative develop improvement، يعني نعمل على التحسين بشكل تكراري. طبعا بنعمل على جمع البيانات والتعليقات الجديدة باستمرار، لأنه بكل مرة في أشياء مختلفة، كل مرة في كاستمرز مختلفين، كل مرة بيئات مختلفة، نعمل على جمع البيانات والتدريب بشكل مستمر، والتطوير أكثر، التطوير والتحسين بشكل متكرر ومستمر. ممتاز. أعتقد هذه هي آخر نقطة. حلو 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 جدا، يعني بارك الله فيك. حلو اللي ايش، انه جمعت لنا كل اللي احنا تكلمنا فيه بواحد اب، وتطرقت على كل مشكلة وكيف نحل هذا المودرس من البداية لغاية اخر او تطلع نتائج. فبرافو عليك. بس يا ريت يا عبد الملك لو هذا اللي انت جهزته تجيبه للطلاب كمان للبقية، يعني انشره بالجروب تبعكم بالقناة حقكم. تمام.
طيب ولا يهمك لأنه دكتورة. جدا 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 حلو صراحة. يعني مضبط من جميع النواحي، على الأقل على الأقل جبت مثال حي يشمل كل من البداية، من أول محاضرات الماشين ليرنينج لغاية اليوم، وصلتنا لغاية اليوم، وهذا كنت اللي نحتاجه. برافو عليك، وأكيد أكيد بيكون حتى الجهد اللي عملته في اعتباري أكيد. بس يا ريت لو تنشره للقناة لكل البقية على أساس يطلعوا عليه، لأنه جدا مهم. اللي مش فاهم معي يقدر عن طريق هذا الآب يطبق كل اللي أنا قلته، فما ما يحصلش فيه أي اعتراض. طيب، في حد من اللي الآن حاضرين يحتاج يسأل عبد الملك أي شيء؟ في حد يشتي يناقشه بأي حاجة؟ يعني صراحة ما عنديش أي سؤال، لأنه شفت كل شيء واضح وكل شيء محدد وموجود عندي وقدامك. بس البقية في أي شيء تحتاجوا تسألوه؟ خلاص، ما فيش أي سؤال. طيب، بس بصراحة جدا حلو. وأنا بعدين على فكرة أصلا أنت جبت يا عبد الملك البرنامج اللي كان براسي، قسينا نفكر فيه. يعني تقريبا أنا أناقش مع أحد الزملاء، فقلت لهم ليش إنها عملية التوصيل، نحن بحكاية التوصيل. يعني مثلا تحتاج خلينا نقول دوكمنت، أنا معي شهادة الآن، اشتريت الشهادة هذه، ما بقولش الفوت، خلينا نقول على مستوى مثلا دوكمنت مهمة. حتى التوصيل مش لنا مثلا كناس عاديين، الناس اللي هم مثلا زي ما قلت بالدولة يحتاجوا يوصلوا شيء مهم، فمصة صعبة جدا. فأغلب الناس اللي بالدولة كسياسيين خارج الدولة، لكن لو بداخل الدولة ايش توصل رسالة مهمة تحنب. أو قد تقول أوكي ما أنا برسل فيها عبر الواتس، أو لا ما تضمنش عبر الواتس هجمات السيبر. الآن اللي الناس ليش أنا مركز عليه، الناس الآن حانبين إنه يرسل دوكومنت يحصل عبر السيبر، حد يكتشف هذه الأوراق أو حد يزور فيها أو يعدل فيها أو توصل مش دقيقة، وفي أحيان تكون مزورة. فإيش الحاجات اللي يضمنني فعلا أن الشخص النسخة الأصل؟ لذلك بعضهم يقول لك خلاص أنا بمشي لك بهذا على بال ما تجيب الأصل، بس تجلس ما بكمل لكش المعاملة لما تجي لي تحقق الأصل. فصعب جدا. يعني نحن بداخل اليمن يمكن تستخدم المقطري، يمكن تستخدم الجوال، لكن هنا على مستوى العالم على مستوى دولي فهذه يمكن تحسن لنا ولو حاجة بسيطة الوضع. الناس اللي يعني على الاقل ما اقولش حتى الناس، خلينا نقول الناس اللي في معاهم مناصب، يعني يحتاج اوراق ضروري فيها حمايه وفيها امان انه توصل. فانت جبت البرنامج على قد ما كنا يعني مجموعه نحن نناقش عن هذا الموضوع، وكيف نستخدم الدرون بعمليه الحمايه من السيبر، كيف نستخدمه. ولكن زي ما اشار وسيم انه عاده بعض الدول مش مسموح فيه، لانه خايفين يقول لك ببعض الدول ما نقدرش نصرح فيه، وهو يكون أصلا في حرب، قد يستخدموه لأغراض ثانية، قد يستخدموه لأغراض نشر فيروس زي اللي حصل مثلا بالكورونا، قد يستخدموه مثلا لنشر حاجات لا أخلاقية أو مثلا قنابل أو حاجات نووية. لكن لو أعتقد لو كان هذا لو الموضوع هذا من المنظمة مثلا حسب مثلا الاف اي بي، لو هي مثلا اللي تسير الموضوع هذا او حد ثاني يسير الموضوع بريجوليشن معين، ممكن يمشي وبتكون حرب بحد، وشوف انه بيكون في انتفاضه كبيره. مع انه هذا الان درونز الان مستخدم باليابان والصين، وهم اول من بداوا فيه، ولكن ها الى حد ما ان شاء الله البقيه يطبق. طيب، وصلى اللهم وبارك. انا بختتم هنا، في حد بس يحتاج يسال اي شيء قبل ما نغلق؟ طيب يا رابع، كنتش تسألكم، احنا اليوم محاضرة السابعة، لأنه أنا زي ما قلت لكم قلت للبقية، يعني احنا الآن المحاضرة السابعة، أكيد أكيد المحاضرة الثانية بتكون معنا المحاضرة، قد بيكون معنا محاضرتين، هل تشتوا المحاضرة؟